السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأب ديال الطفلة سلمى الياسيني. سلمى الياسيني اللي درت لها عملية في الرينكون، وقع لها يعني هذا المشكل، هذا يعني مشكل كبير اللي على أساس راه هي دابا في السبيطار ديال ثانية درمل، يعني راها تما جثة هامدة، ما كتحرك، ما كتسمع، ما حتى شي حاجة، فقدت الحواس ديالها كاملين، فقدتهم. و البارح يعني اليوم 28 يوم اللي داز على البنت ديالي سلمى، وهي مازال في السبيطار في ثانية درمل، وفاقدة لأي شيء ديالها. راه مازال الدماغ ديالها طافي، مازال الحواس ديالها حتى حاجة ما خدامة فيهم، يعني هذا الشيء هذا كامل ما خدامة حتى شي حاجة في بنتي. البارح جات واحد اللجنة من طرف الوزير ديال الصحة، يعني باش يفتحوا تحقيق في هذا الملف هذا، وتلاقينا هذه اللجنه هذه، عيطوا لي وطلعت عندهم المستشفى ثانيه درمل تطوان، عيطوا لي وجلسنا معهم وتحاورنا وقلنا الراي ديالنا وسمعنا من عندهم الراي ديالهم. هذه بادره طيبه من طرف السيد الوزير، لكن مع الاسف فهي جات مأخرة شويه. نعم الاخوان، هذا التدخل هذا جا مأخر شويه، لان البنت ديالي فات فيها الفوت، لان بنتي كان خصها تنقذ في اللحظه اللي كان خصها الانقاذ. اما دابا راه يعني راه فات الفوت، البنت ديالي مازال في السبيطار، داك الشيء اللي فيها راه باقي هو، ما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي جديد في الحاله الصحيه ديالها. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، يعني هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد اللجنه هذه. راه غادي تفتح ملف تحقيق ان شاء الله، و يعني كنطلبوا من الله العلي القدير باش يكون شي تحقيق اللي هو ايجابي ويعني يكون مزيان. اللجنه تحاورت معنا على هاد القضيه هذه اللي وقعت لبنتي، وقالوا زعما باش يتابعوا الحاله ديالها وكذا. الملف ديالها دابا حاليا راه في اليد ديال السيد الوزير، يعني غيتابعوا الحاله ديالها وغيتابعوها بالدواء بالمسائل اللي خصها وهذا. لكن كل هذا وذاك، فكيبقى العلاج ديال بنتي ضئيل بزاف، يعني هذا العلاج هذا اللي غادي يدار يقدر مثلا يقدر يبين واحد الحاجه، يعني واحد في المية فقط، اما البقيه فيعني صعيب الحال بزاف، لا هنايا لا برا. لان اقترحنا هاد الهضره هذه، قلنا ان هاد اللجنه اللي جات قلنا لهم زعما الا ما كاينش العلاج ديالها زعما ديوها على برا، وقالوا لنا ودي راه بحال برا بحال هنايا، يعني نفس الحاله. هاد الحاله هذه ديال بنتي انا، يعني واحد الحاله اللي هي ميؤوس منها، وهاد الهضره هذه على لسان المدير ديال محمد السادس اللي في الرينكون. الحاله ديال بنتي ميؤوس منها، ودليل على هذا هما التحاليل اللي خرجوا مؤخرا، داك ليريم ديال الراس هما اللي كيبينوا هاد الشيء هذا، يعني بينوا الحقيقه ديال الراس ديال بنتي. عندها مشكل في الدماغ، عندها بزاف ديال الخلايا اللي مسؤولين على الادراك ومسؤولين على الوعي ومسؤولين على السمع والبصر وكذا، يعني في الراس كامل هاد الخلايا هادو فهم ميتين، وهاد الخلايا ما يمكن لهمش يتعالجوا، يعني باي طريقه ما يمكنش يتعالجوا هاد الخلايا هادو، ما يمكن يعالجهم الا الله سبحانه وتعالى. يعني اللجنه اللي جات هنايا ثانية درمل جلسنا معاهم انا والسيده ديالي، لا ما جا حتى شي طبيب، حتى شي واحد من هاد الناس اللي عملوا له هاد الجريمه هذه. هاد الحالة هذه ديال بنتي على ما كيقولوا هما فهي حالة واحدة في المليون. إذا هاد المليون حالة وما جات غير فيا أنا، يعني في بنتي أنا، فهاد القضية هذه كاين الأيدي اللي تسبوا في هاد القضية هذه ديال بنتي. هاد الناس هادو، هاد الجوج ديال الممرضين ما غنسميهمش أنا أطباء، يعني لأن الطب مهنة شريفة، و والناس اللي كيكونوا في هاد الميدان ديال الطب فكيكونوا يعني النيفو ديالهم عالي. فهاد جوج الناس اللي عملوا هاد الحاله هذه في بنتي فما كنسميهمش انا اطباء، مازال خصهم يمشيو يتعلموا، وخصهم ان شاء الله الرحمن الرحيم يتحاسبوا ويتعاقبوا باي وجه كان.